الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السائل بيقول: يوجد واحد من تلاميذ محمد مصطفى ومن المقربين له يتحدث عن الشدة في الدعوة. قال: الدعوة أول ما بدأت بالشدة، يعني أول ما بدأت الدعوة بدأت بالشدة. وقال جبريل أول ما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له، أو كاتبة كده، أول ما جاء للرسول قال له اقرأ، فقال الرسول: ما بعرف أقرأ. قال جبريل: مسك ليك الرسول وعصره كربون لمن كتم نفسه، والعياذ بالله. لاحظ ده كلامه بالنص، يعني قال: وفي رواية مسكوا من حلقه وخنقه. ده بيكتب في الفيسبوك، أنا قريت الكلام ده في الفيس. والعجب ما هم كتار الناس الممكن تسيء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما ده الكتار. والمجتمع ده فيه صنوف من الناس اللي ما عنده أدب أصلا، وما عرف الأدب لا من والدينه ولا من المجتمع اللي حوله ولا من الناس اللي علموه. في الكثير من أمثال هؤلاء. ولكن العجب لما يكون مثل هذا يمثل تلميذ لواحد عامل فيها داعية وعامل فيها شيخ وعامل فيها بيعلم المجتمع وعامل فيها بحارب البدعة. والأكبر والأدهى والأمر لما يكون زول زي ده بيرفع للرجل في القناة بتاعته وبينشر له، وهو برد على ناس تانين قالوا كلام أقل من ده، بل كلام أصلا ما فيه منكر ذاته، يرد عليهم ويجي يسكت عن زول زي ده. وده قبل اليوم، قبل مشكلة الأدب بتاعته دي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ده قبل اليوم كاتب كلام أسوأ من ده. كتب على صفحته في الفيس، قال: ذهب لما انا مشيت زرت واحد من المشايخ في السعوديه، زياره لواحد من العلماء الكبار في الدنيا، قال: ذهب آداب الى لقاء ربه. خد بالك، انا مشيت لبني ادم، لانسان عالم من العلماء، قال: ذهب آداب للقاء ربه. قال: فقال له ربه: يا آداب، يا عبدي. تخيل، في اخواننا لقاك عالم من العلماء السلفيين بخاطب تلميذ من تلاميذه بيقول له: يا عبدي. انت لقاك كلام زي ده؟ اذا كان هذا الرجل يمثل، خد بالك، ما حدث بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل من قصة حكاها القرآن في سورة الأعراف. يجيب القصة ذاتها، خد بالك، القصة ذاتها يجيبها، يجعل مكان موسى أبو بكر آداب، ومكان المولى عز وجل يجعل الشيخ ربيع، وبعد ذاك يسرد القصة على لسان ربيع وآداب، قصة موسى مع ربه تبارك وتعالى. ده إنسان عنده أدب. الأدهى والأمر لما يكون زول زي ده وقاعد مع صاحبك الدجال، اي فيديو بتلقاه قاعد جنبه وبيرفع له في القناه بتاعته. طيب انت بدل ترد على غيره من الناس اللي قالوا كلام يعتبر قليل بالمقارنه مع ده، طيب ما يرد على ده هسه، ما يرد عليه. لكن عشان انت تعرف معلومه مهمه، انه في النهايه الانسان اذا تربى تربيه حزبيه بيشوف غلط غيره، لكن ما بشوف شنو، ما بشوف غلط رقبته ولا بشوف غلط الجماعة بتاعينه. وده من أعظم اللعب بدين الإسلام. عشان كده العلماء لما تكلموا عن الجماعات دي وقالوا الجماعات دي باطلة، الموجودة الآن دي والفرق الموجودة المتسمية بالسلفية كلها، لما العلماء قالوا دي جماعات باطلة، انت قال الكلام ده مبني على شنو؟ مبني على أسباب، منها هذا السبب، انه الغلط بتاعهم ما بزول بيشتغل به، زولهم هم يلعب بالدين ما بزول بيسأله، يحرف الاحاديث ما بزول بيسأله،
يحرف القرآن ما بزول بيسأله، يسب صحابة ما بزول بيسأله، لكن يتكلم غيرهم لو ما غلطان بيغلطوا، لو ما غلطان بيغلطوا. عشان كده نحن من المنبر ده هنا أنا لست بصدد الرد على هذا الكلام، ده ما في مسلم بيحتاج يردوا له على كلام زي ده، ولا رأيكم شنو يا أخوانا؟ هل في مسلم بيحتاج يقولوا له جبريل مسك الرسول كربون؟ ده كلام باطل. في مسلم بيحتاج كلام زي ده؟ ده من أقبح الكلام ومن أقبح العبارات ومن أفسد الأقوال التي لو قيلت إلى مخمور سكران، لو جبت واحد سكران طينة قلت له هل بتصدق إنه جبريل مسك النبي كربون؟ بتصدق كلام زي ده؟ بيقول لك مولانا أنت سكران ولا شنو؟ السكران ذاته بيقول لك أنت مخمور تفكت منك ولا شنو؟ بيقول لك يا أخي جبريل عليه السلام ما تعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الألفاظ ولا بهذه الطريقة أصلا، فهمت؟ وهذا لا يصلح أن يكون دليلا، خد بالك، لأنه دار يستدل به على وهم رباهم عليه شيخهم إنه أنت بس طريقتك في الدعوة الشدة فقط، بس ده برنامجهم. عشان كده دار يقنع المستمع اللي بيستمع له إنه الدين شدة. يا أخي الدعوة أصلا لا تقول لي مبنية على الشدة ولا تقول لي مبنية على اللين، الدعوة أصلا مبنية على الحكمة. ده القرآن، أرجع سورة النحل، ربنا سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة العلماء قالوا كما قال العلامة الألباني عليه رحمة الله، ما يجد إلا أخبط لك ساي، لخبطة كلها ورب جماعته، ونحن ذاته قبل اليوم كنا معاه على نفس النظام ده، إنه أنت عندك شدة فقط ما في غيرها تاني. تلين في الجماعة بيجي الواحد بيجي في المسجد أول ما يبدأ بيديك حديث، بقول لك رواه ابن ماجه، بتعرف ابن ماجه؟ ما بتعرفه، طف عليك، أنت تعلمت وين؟ ده بداية لا قبال ما يعرف إنك أنت متفق معاه ولا مختلف معاه، بتقبل الكلام ولا ما بتقبله، دقة واحدة بس ما في غيره. والكلام ده باطل، ونحن قبل اليوم ذاته كنا بنشتغل نفس الشغل ده، وده كلام ما بجوز يا اخواننا، لانه الناس ليسوا سواء في قبول الدعوة، دي معلومة خدتها معاك انت، الناس ليسوا سواء، والمجتمع اللي بتتعامل معه انت ليس على درجة واحدة، والناس اللي ربنا ارسل لهم الرسل ليسوا على درجة واحدة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. العلماء قالوا هنا درجات، خد بالك الآية ذاتها تكلمت عن أنواع من الناس انت بتتعامل معه، منهم من يحتاج إلى العلم غير معلومة، ده انت ما بتذله ولا بتهينه، تقول له بمسح بك الواطة وبمرمطك، فهمتك، وانا بقول شبك الارض، ده ما بيحتاج لكلام زي ده. ومثال لهذا ما جاء في مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، والحديث احنا بنعرفه بحديث الجارية، وعنده قصة طويلة، فهمت كلامي؟ القصة في مضمونها كان الكلام مباح في الصلاة، تتكلم جوا الصلاة، يعني جا زول دخل قال السلام عليكم، تقول عليكم السلام يا حاج محمد، كان الكلام مباح داخل الصلاة. فنزلت الآية وقوموا لله قانتين، خلاص بعد ده منع الكلام في الصلاة. في صحابي ما كان يعلم الحكم ده، والآن يا اخواننا خدوا بالكم انتوا كدعاة، المجتمع ده في كثير منه ما عارف الحق، وبغلطك مش عشان هو ما داير الدين، عشان هو ما عارف الحق وين، لو وريته له بطريقة بسيطة بيفهموا والمشكلة بتتحلها. فالصحابي ده دخل الصلاة قال فعطس رجل من القوم في الصلاة، قال فشمته، أول ما عطس داخل الصلاة خد بالك، قال له يرحمك الله الصلاة شغالة، قال فصار الصحابة ينظرون إلي، بيقوا بعينه لو كده، لأنه الكلام
منع في الصلاة وما عارف. قال فقلت، لسه بتكلم خد بالك، قال فقلت ما بالكم، ما بالكم تنظرون إلي؟ تبدعون ليه؟ قال فضرب الصحابة على أفخاذهم، يعني أسكت كلام ممنوع وهو بيتكلم. قال أول من انتهت الصلاة، خد بالك عشان كده تتعرف حكم شرعي مهم في الدعوة، إنه الجاهل يا أخواننا يعلم، الجاهل ما تزله ولا تهينه ولا تمسح بالواطة، الجاهل يعلم كويس. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي معاوية ذاته، قال فقال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كلام الناس هنا ما في الصلاة، قال إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. قال يا معاوية، بعد ما كمل الحديث معاوية بيتكلم، قال والله ما كهرني ولا نهرني، يعني ما قال لك أنت بتكلم في الصلاة مالك يا أخي، خربت علينا صلاتنا، أنت جاهل ولا شنو؟ لا لا ما قال لك كذا، قال والله ما كهرني ولا نهرني وما رأيت معلما أحسن تعليما منه. أنت في جاهل بتعلمه، ودي فايتة على كثير وخاصة الجماعة الرباهم الدجال. وأنا بزيدك ثاني بقول لك، نحن قبل اليوم كنا نفس التربية دي والدقة دي ذاتها، كنا بنفس النظام ده واستفدنا من الأسلوب ده في جوانب وضرينا رقبتنا في جوانب تانية وضرينا غيرنا في بتاخ، لأنه في زول داير الحق لما أنت داير تقول له تعالي أهبل بليد أنت ومخك طينة أصلك ما نافع، ده لو دار الحق ذاته بيرجع بفوت بخليه بيقول لك دين زي ده هذا طرفنا منه، ما داري انه ذاته نحن، عرفت كلامي؟ فالعلماء قالوا الناس اصناف ودرجات، فمنهم من يعلم، قالوا ومنهم من يحتاج الى الموعظه، انت عارف بتلقى زول ثاني وعارف الحق تقول لا ده الناس انت مش قاعد مع البنات ده هناك، يقول لك يا مولانا قلت شنو؟ تعاري ويقول لك الله الله يهدينا، ده عرف الحق، قالوا هذا يحتاج الى الموعظه البليغه، ده دار موعظه ذكره بالنار وبالحساب بعدين، لانه ده عرف الحق لكن عنده هوى. اما النوع اللي بيتكلموا عنه ذلك اللي بيقولوا الشده وما الشده، ده زول المعاند دار يلعب بالدين، فهمت؟ ده معاند راكب راسه. طيب تقول له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تلبسوا حجبات، انما الرقى والتمائم والتولة شرك، يقول له النبي قال شرك، يقول لك شرك بتاع شنو؟ انت وهابيه ساي مساخيت يا مولانا، الوهابيه خليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ده شرك، يقول لك ملاعين شيخكم مات في الحمام، يا اخي الحمام خليه، النبي قال الحجاب شرك، يقول لك يا زلمه دي احاديث لفقتوها انتوا سايق تكتبوها انتوا في الكتب البيضاء بتاعتكم، نحن دارين الكتب الحمراء حقتنا، تجيب الكتاب اللي حمر يقول لك كتبتوا انتوا، تود تقول له خلاص جيب شيخك ان ناقشه يقول لك شيخي ما فاضي ليك، النوعيه دي دار ادبه، شفت في الشرع نوع ده، لانه ده دار يلعب بالدين وبتاع هوى، وده ينزل فيه كقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، انت بعد ده ذول اعتدى عن الشرع وذول مجرم، ده تنجمه تدي الكلام اللي بيستحقه وتأدبه به تمام، فما يبقى موضوع ذول واحد بس الشدة مسكون فيها خلاص لموا في أي ذول بيكلحوا، فهمت؟ ودار يستدل عليها بمواضع ما هي مواضع استدلال. قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام دي ما قصة بتاعت شدة، لأنه ده ممحل شدة ذاته، حتى لو قلنا دار يستدل كونه جبريل غطى النبي صلى الله عليه وسلم قال فغطني غطى حتى بلغ مني الجهد، سؤال ما هو الغلط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشتد عليه جبريل؟ ما في سؤال موجه، أنت بتقول الشدة، الشدة على منو؟ على زول الغلطان صح؟ الزول الغلط في الدين ولعب بالدين أنت بتشتد عليه، سؤال ما هو الغلط الذي ارتكبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعاقب جبريل ويشتد عليه؟ غلطه شنو؟ كونه ما بيعرف يقرأ
ده ما غلط، بل هذه من الدلائل على النبوة، دي من دلائل النبوة إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقرأ، دي بتدل على صدق المعجزة ذاته، لأنه النبي لو بيقرأ بيقولوا أيوة معروف من زمان بيكتب الحاجات دي وذول كتاب وذول قراي معروف، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقرأ دي المعجزة ذاته هنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف يكتب وبيعرف يقرأ أكان الجماعة بيجي بيقول لك ده ما معروف أصلا من زمان بيكتب الشعر ومعروف شاعر ومعروف ذول قروج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرف يكتب ولا يقرأ، مع ده جاب ربنا أنزل له كتاب أعجز العرب، البقروا ذاته والبكتبوا أعجزهم، هذا القرآن ودي المعجزة هنا ذاته. عشان كده أنا أقول لهذا البليد ولا شيخه، ده البليد اللي بيتكلم ده ولا الشيخ بتاعه اللي علمه، هو مو علمه الكلام ده، علمه مسألة ثانية اللي هي الجرأة على النصوص، ده اللي علمهم ليها. ونحن لولا أن من الله علينا لكنا معه، يعلمك الجرأة على النص، يعني ممكن تقعد كده مع الحديث براء كده انت تفتل من الحديث وتجيب منه 16 فائدة واحدة ذكرها العلماء ما في، تفتل من مخك ساي. فده علمهم هذه الجرأة على النصوص والجرأة على السلف وتفسير القرآن والسنة بهواهم، ده اللي علمهم لا شيخهم، وهو مسؤول عن هذا الكلام لأنه دي مجموعته، هو مسؤول. أنا ما كلامي مع الدرويش بتاعه ده، الدرويش ده ما ترى ذو الأرعن ده ما معروف ذاته تابع لوين، لكن أنا كلامي مع شيخ اللي علمه. هل هذا الكلام يمثل أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو قبل اليوم ما كفر واحد من أخواننا بكلمة ولا بترتقي للمقام ده ذاته أصلا، كافر قال ما يستتاب، تبت تبت قال كتلوك. هذا شنو ده ولا تاب ذاته يقتلوه ولا لا؟ هسه امشي قدم له سؤال، قول له زورك اللي بيقعد معاك داك اللي بيجيبوه قاعد داك وكده ولاف له عمه حمراء ويوم عمه خضراء، فهمت؟ قول له زورك الجنبك ده يقتلوه ولا ما يقتلوه؟ اسال ده، قول له لا 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 بتاع شنو؟ هو الكيل بمكيالين ولا شنو؟ ما انت قبل اليوم كان ما قال له من دي قلت يقتلوه، ما رايك في هذا؟ كل ده يدل على الحزبيه والمرض. ما تتعلم من ناس زي ديل، العلم أخذه من منابعه الصافية، علم ذاته تعرف تستشهد بشنو، تعرف تستشهد بمزاجك، تستشهد بما استشهد به أهل العلم من أهل السنة والجماعة. لذلك إحنا لما نقول سلفيين، سلفيين ما معناه أنت تأخذ حديث وتجربه أو تأخذ لك آية وتجربها، لا، تأخذ الحديث والآية بفهم السلف، تقول هذه الآية قال فيها أحمد بن حنبل، قال فيها الأوزاعي، قال فلان، قال ابن تيمية، قال غيره من أهل العلم، عشان انت تسلم من الضلال في الفهم الخطأ للقرآن والسنة وتقول لك أقوال باطلة زي دي. عموما الكلام في الموضوع ده يطول، نلتقي إن شاء الله حلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد.